البيان الختامي للاجتماع التشاوري لقوى الاحتجاج والتغيير عقد في مدينة الناصرية الشامخة اليوم الجمعة الموافق 23 أيلول 2022، اجتماع تشاوري لقوى الاحتجاج والتغيير بحضور ممثلين عن القوى المدنية والديمقراطية والناشئة والنقابات والمنظمات والحركات الاحتجاجية والشخصيات المستقلة ذات التأثير ومن مختلف المدن العراقية، حضورا عكس التنوع الاجتماعي العراقي الأصيل. وأكد المجتمعون على أولا ضرورة وحدة المنطلقات والأهداف الوطنية النبيلة للحراك السياسي والاجتماعي والاحتجاجي المعارض لمنظومة المحاصصة والفساد والسلاح. اثنين، أهمية التمسك بالمطالب الوطنية وفي مقدمتها محاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير المغيبين والاهتمام بعوائلهم الكريمة. ثلاثة، محاسبة الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة وضمان استقلالية القضاء وتطبيق قانون الأحزاب وإصلاح المنظومة الانتخابية لتكون حرة ونزيهة تعكس إرادة العربيين. أربعة، أهمية تشكيل جبهة سياسية من القوى المؤمنة بالتغيير الديمقراطي تكون بديلاً سياسياً حقيقياً قوامها الأحزاب والشخصيات التي لم تتورط بالأزمة والدم العراقي الطاهر والفساد اللعين. خمسة، الدعم الكامل للاحتجاج السلمي المعارض للسلطة الفاسدة الهادف للتغيير في الذكرى السنوية الثالثة لثورة تشرين. ستة، أن لغة التسقيط والتخويل لغة دفعنا ثمنها غاليا، ولذا ندعو الفاعلين إلى الحكمة في رمي المتصدين بما ليس فيهم. سبعة، الدعم التام لعوائل الشهداء والمغيبين والمعتقلين زورا في المحافظات الغربية وإعادة النازحين إلى مناطقهم المنزوعة من السكان. ثمانية، مساندة قضايا أبناء شعبنا في سنجار لا سيما قضية الأيزيديات المختطفات. تسعة، مساندة قضية وجود الشعب الآشوري وبقية الأقليات للحفاظ على وجود كافة الهويات الفرعية المكونة للأمة العراقية. ومن أجل مواصلة الجهد في توحيد الأهداف وتنسيق التحرك يتم تشكيل لجان بمشاركة المتخصصين والكفاءات كل ضمن اختصاصه. أليف، لجنة لوضع وصياغة الرؤية السياسية الدولة والمؤسسات والمطالب التي رفعتها انتفاضة تشرين. باء، لجنة لوضع رؤية متكاملة عن المنظومة الانتخابية التي تحقق التغيير. جيم، لجنة لصياغة العقد الاجتماعي. إن هذا اللقاء هو البداية الفعلية لسلسلة من نشاطات ولقاءات لأجل إنضاج الرؤى والتحرك من أجل معالجة جذرية شاملة للأزمة وطرح البديل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود. المجد والخلود لشهداءنا المتظاهرين الأبطال.